وإذا بالليل الإمام الحسين يخرج. الآن تسمع القصة ولا ما تسمعها؟ دخل الدار رأى ابنته عند بنت صغيرة اسمها رقية، إذا رحت للشام سلموا عليها، هذه التي ماتت على رأس أبيها الحسين وهي يتيمة، كانت نائمة لأن الطفل بالليل نصف الليل يكون نائم، عمرها 3-4 سنوات فالعادة تكون نائمة، ولأن الحسين رحيم رؤوف فما أيقظها من نومتها. فما الذي صنع أبو السجاد؟ حملها، احتملها على يديه وطلع. فالسيدة رقية إذا فتحت عينها في الليل رأت أباها الحسين يحملها وطالع فيها من المدينة إلى مكة. لذلك السيدة رقية وبنات الحسين تعلقن به، كل البنيات أخرجهن. هذه البنت اللي باقية في قلبي أنا، دائما إذا عندي حاجة أتوجه إليها وأذكرها، فاطمة العليلة. وهذه حكمة من الله، وإلا يد الحسين إذا وضعت على العالم طيبته وشفته. حبيبي هذه حكمة من الله، حتى تشوف المصائب كيف تأتي. وإذا فاطمة تتعلق بأخيها عبد الله الرضيع، تقول أبا يا حسين اترك أخي عبد الله عندي، يقول لها بني كيف أتركه عندك وأمه والرباب كيف تصبر عليه، وين تصبر عليه؟ وعبد الله الرضيع ذاك اليوم، لاحظ الإمام الحسين خرج في شعبان، احسب أنت شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم أوائل محرم، الطفل الرضيع كان عمره 6 أشهر، يعني ذاك اليوم الطفل الرضيع عمره كان قرابة 40 يوم. 40 يوم السيدة فاطمة العليلة تقول له اترك عبد الله عندي. قال يا ابنتي ما أستطيع أترك، أنا تركتك عند عمتك أم سلمة هنا وعند أم البنين، وإحنا إن شاء الله ما تنقطع أخبارنا عنك. لكن مع ذلك لما مشت القافلة بالليل، هذه فاطمة العليلة تقوم وتقع، الله أكبر، والملائكة تبكي لبكائها تنادي أبا يا حسين طفلي أنا بعيد، كل أخواتي راحوا معاك بس أنا باقية في المدينة. أوقف الحسين الظعن إلها، نزل وضعها في حجره، قالت أبا ما دام أنت رائح نور عيني، ضع يدك على رأسي وامسح برأسي كما يصنع باليتامى. صاحت صوت، صاحت صوت يا أبويا اتنوني، صاحت صوت يا أبويا اتنوني، يا أبويا حسين وياكم اخذوني، أنا وحدي وهم عليلة تخلوني، وفقدكم يا أهل العلة جمال، وياكم اخذونا سرج الخيال وحط فراشكم لو تشلشل الليل.